هنا كانت عندنا احكام كتير، انما للاسف مفيش تنفيذ، اليه التنفيذ مش موجوده. واحده النهارده هربانه من حكم كان المفترض ان يتم التنفيذ عليها وتتكلفش وتترحل. كنت عارف مين اللي بيطبطب على اي من قلبه وبيحبني من قلبه وعايز يساعدني، ومين اللي بيطبطب عليا عشان مصلحه. السيد وزير الداخليه، الاحكام اللي هتسقط، حقوق الناس اللي هتضيع. يعني ايه واخد حكم على واحده مش عارفه لابسها؟ لا يحلى الكلام الا بذكر واحد الديان، ولا يحلى القول الا بذكر محمد رسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه الاحداث اللي اقترأت على قضيه محمد الهادي وتغري؟ طبعا حضراتكم متابعين القناه، ويمكن اتكلمنا اكتر من 3 4 ايام على هروب تغريد. طبعا انا عايز اوضح لحضراتكم حاجه، ان هروب تغريد ولا هيضر القضيه ولا هيفيد القضيه، لكن من خلال توقعات وشويه تحريات وصلوا لنا من خلال الناس المناصره للحق محمد الهادي، تبين لنا ان تغريد مش موجوده في مصر. ولقيت شخص يعني قريب منهم بيقول لي ان هو بيقول له ان هو هيهربها لحد الحكم ما يسقط، وبعد كده وبتسقط بالتقادم، اهم حاجه ما يتقبضش عليها وتهربوها. هي تغريد هربت زي ما احنا بنقول، فهي هربت بمفردها، لان وصل لنا برضو بعض الاخبار ان اولاد تغريد مش عند ابوها، لكن اولاد تغريد في مصر لكن عند خالده. فاكيد التحريات والاخبار اللي بتوصل لنا لحد ما نتاكد منها وهنطلع نبلغ حضراتكم. لكن النهارده هنتكلم في مضمون اختفاء محمد الهادي. طبعا الكل عارف قضيه محمد الهادي، وساعات كتيره جدا ان يكون القانون ضد الانسانيه، يعني تطبيق القانون بيكون احيانا ضد الانسانيه. ويمكن امثله في المجتمع وفي الواقع اللي احنا عايشين فيه كتير، لما يكون مثلا راجل غلبان وباني بيت في ارض زراعيه مثلا، نفترض هو راجل مخطئ، لكن هو يمكن جمع كل امواله، عمل قروض، استلف حاجه، دين نفسه وعلشان يقعد في مسكن ادمي، لكن القانون هنا بيقول ازاله. فمش كل القانون يا جماعه بيكون منصف، واحنا طبعا دوله قانون وبيحكمنا يمكن قيادات سياسيه وقيادات سياديه. فاحنا دلوقتي اختفاء محمد الهادي ده من جراء الحاله النفسيه اللي هو بيمر بيها. ويمكن اقرب مثال كده، لو حضراتكم فاكرين مدرس العلوم اللي هو بتاع حدائق الاهرام اللي اتحرش ببنت في اخر رمضان، يمكن تم الاسدال عن قضيته وحبسه 6 سنوات، يعني اتحكم عليه، لكن ليه الحق بعد كده من خلال دفاعه ومن خلال محاميه انه يقدم نقض في الحكم. فيمكن الكل بيقارن بقى ما بين قضيه محمد الهادي، ان زوجه خانته 11 سنه وفي 3 اولاد مش من صلبه، وقضيه زنا وقضيه مش عارف ايه وايه، وتعالوا حطوا قضيه محمد الهادي كلها في كفه، وحط قضية مش هنقول مشابهة، لأن ده يمكن ده هو المدرس العلوم ده يا جماعة على حسب ما اتنشر على الفيديو اللي الأم نشرته، حط إيده بس على رجل البنت، فيمكن قضية شبه تحرش ياخد 6 سنوات وتغريد تاخد 2. طيب تعالوا ما نتكلم بقى لما بنطلع نندد ونقول ان تغريد هربانه ومش هربانه. ففي ناس كتيره جدا من حبايبنا بترد علينا وتقول ان الشرطه المصريه ممكن تجيبها في 3 دقائق. احنا مش مشككين في اداء وقدره الشرطه المصريه، لكن احنا عاوزين حق المجتمع. الناس اللي بتطلع تقول اصل قضيه تغريد يعتبر جنحه، ان كان القانون صنفها جنحه من حيث ان هي تبع او تحت طائله محكمه الاسره، فدي اكبر جريمه. يعني يمكن انا اختلف في المضمون واختلف في الوصف لقضيه تغريد، هي قضيه تغريد في محكمه الاسره جنحه عاديه، لكن لما نيجي نعقلها كده ونشوفها عند ربنا سبحانه وتعالى هيشرعها انها اكبر جريمه في حق الانسانيه، لما زوج يشقى ويتغرب ويبعت فلوس ويتخان في العرض والمال والشرف، والاولاد بعد كده يطلعوا مش اولاده، ال3 اولاد بيطلعوا مش اولاده، فدي ما تعتبرش جنحه. ان كان القانون صنفها جنحه فاحنا من حقنا ان احنا نقول عليها دي اكبر جريمه في حق الانسانيه. غياب محمد الهادي ده كان اثر يمكن المشوار الطويل، مش هنقول ال4 سنوات يا جماعه في قضيه في اواضي المحاكم، لكن المشوار الطويل اللي يمكن لما نيجي نحسبه بالورقه والقلم كده 15 سنه لمحمد الهادي وهو صابر. فاحنا بالنادي جميع الجهات السياديه، بالنادي مجلس الامومه والطفوله، بالنادي الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي والمشرع القانون انه ينظر في تشريع القوانين، ازاي ان سيده في
في حدائق الأهرام ترفع فيديو على الفيسبوك إن مدرس علوم أو مدرس خاص تحرش ببنتها وأخذ 6 سنوات، وإزاي إن زوجة زي تغريد إنها يمكن ارتكبت جميع أنواع الخيانة في حق محمد الهادي وتاخد 2 سنين. فياريت لو حد بيسمعنا من الجهات السيادية حد يقدر يوصل لأعضاء مجلس الشعب، الشعب المفروض إن المشرع القانوني للقانون المصري ينظر مرة أخرى في التشريع، لأن قضية تغريد اتوصفت في المحكمة أو في القانون المصري جنحة. جنحة دي يا جماعة يعني حاجة بسيطة، إنما كلمة جناية دي حاجة كبيرة. فهما يوصفوا زي ما هما عايزين، وإحنا برضو على حسب معقلنا يشوف ويبص للقضية، لأن القضية كبيرة جدا، ويمكن الحالة النفسية اللي محمد الهادي مر بيها من خلال الأخبار اللي بتنتشر على السوشيال ميديا، حد يتحرش بحد ياخد 2 سنين، حد يكتب بوست على حد ياخد مش عارف إيه، وقضيته ما زالت يمكن مسيرة في القضاء المصري لحد 2022/10. محمد الهادي احنا بنقول له يا محمد الهادي اطلع على مجلس الأمومة والطفولة، واحنا كل غرضنا من هروب تغريد ان احنا عاوزين حق المجتمع اللي هي موجودة في مصر او مش موجودة في مصر، ولو هي ما هربتش او موجودة في مصر عاوزين نوصل لها وعاوزين نحرك الدنيا كده يا جماعة. مش هنقعد نقول اشعارات، مش هنقعد نقول نجيب ذكريات من اللي فاتت، احنا عاوزين خطوة جدية في الايام الجاية علشان تغريد تكون عبرة لمن لا يعتبر، علشان اي زوجة او اي سيدة بتقترف نفس الجرم او ماشي على نفس الدرب تعرف ان النتيجة بتاع التغريد وصلت لحد دي فين، اتحبست وولادها اتدمروا بسببها، لان يمكن تغريد مش هانت نفسها او اجرمت بنفسها بس، لا ده دمرت بيتها ودمرت بيت منى ودمرت بيت محمد، ودخلوا 15 سنة من عمر محمد الهادي ضاعوا بدون جدوى، يعني كل الزرع اللي هو زرعه محمد الهادي راح هباء. محمد الهادي النهاردة احنا عارفين انه في حالة نفسية صعبة جدا، لكن هو محتاج مساعدتنا، محتاج وقفتنا، مع ان احنا بنرن عليه ونتصل عليه وما بيردش علينا، لكن احنا واقفين في ظهرك يا محمد الهادي مرة واثنين وثلاثة لنهاية المشوار. محمد الهادي زي ما بدأنا القضية معاه هننهيها معاه. وبالنسبة لي تواجد تغريد سواء في مصر او غير مصر، موجودة هربانة او مش هربانة، فاحنا كان الغرض من عندنا ان احنا نعمل هاشتاج ان احنا نعرف البنت دي فين علشان المجتمع ياخد حقه، لان لو حضراتكم جيتوا تبصوا لقضية تغريد من نتائجها مش من بدايتها، من نتائج بس، هتلاقوا ان تغريد ما خسرتش حاجة، لانها طبعا ما بقتش على محمد الهادي وما بقتش على ابوها وما بقتش على ولادها، ولا يقول لي انها خايفة على ولادها واخدها معاهم، فهي واخده الولاد علشان الولاد دول هم الصندوق الاسود قدام عينيها. يمكن شفنا ابوها واخوها وامها وبتاع طلعوا على اليوتيوب والسوشيال ميديا في بدايه القضيه، وكان امرهم ان بنتهم بريئه وما تعملش كده، فما عدناش شايفينهم النهارده، يعني بعد ما تاكدوا ان ايتم من صلب مين، فين رد ابوها وامها وفين الحميه اللي كانوا بيتكلموا فيها في بدايه القضيه، عشان تتاكدوا ان محمد الهادي مظلوم، شخص محتاج كلنا ان احنا نقف معاه ونقف ضد الباطل. يمكن اتنهشنا كتير وتاثرنا كتير وقنواتنا اتبهدلت من الربح والانذارات والحاجات دي، لكن علشان ننصر الحق لازم نتحمل عواقب الضلال، لازم نتحمل عواقب الباطل. محمد الهادي احنا بناديك اطلع على بساتك، اطلع على فيديوهاتك، وكل شيء بقدر وقدر بإذن الله، وإن شاء الله وإن شاء الله حتى لو هي هربت وهربت من عدالة القانون المصري على الأرض الواقع مش هتهرب من عدالة ربنا سبحانه وتعالى في أي مكان، وكفاية إنها هربانة خايفة، والخوف في حد ذاته ده أكبر دليل اللي هو، والهروب أكبر دليل بالإدانة. إحنا مش هنقول إنها لسه مدانة عشان كذا وكذا وكذا وكذا، يمكن هروبها الأولاني خالص ده أكبر إدانة ليها، بغض النظر عن تقارير الطب الشرعي، معمل مختبر شهادة فلان وشهادة علال وتحاليل الطب الشرعي 6 جلسات والنقد والحاجات دي كلها احنا عارفينها، لكن الحاجات دي كلها سنوية، لكن لما تيجوا تبصوا علشان تتأكدوا ان تغريد مدانة فهو حاجة واحدة بس، الدين تغريد هي الهروب، لان لو اي سيدة شريفة عفيفة واقفة على ارض صلبة واقفة معها الحق اكيد اول ما ينطلب منها التحليل هي اللي هتجري لو هتموت نفسها. محمد الهادي احنا واقفين معاك من البداية للنهاية ان شاء الله، وبحاول ان انا اوصل رسالة لمحمد الهادي لانه ما بيردش علينا، ان انت احنا سألنا ناس قانونية يا محمد الهادي قال ان انت من حقك ان انت تروح المدرسة وتطلع على ملفات الاولاد بصفتك الاب
القانوني عند الناس، الاب القانوني عند الناس، لكن محمد هادي مش الاب الشرعي يا جماعه لاولاد تغريد. من حقه ان يتوجه لمجلس الامومه والطفوله ويحرر محضر، لان هم لحد دلوقتي على كنف محمد الهادي وباسم محمد الهادي، والمفروض ان الزوجه صدر ضدها حكم، زوجه صدر ضدها حكم، من حق محمد الهادي انه يحرر محضر باختطاف الاولاد، وان امهم غير امينه عليهم. ومن هنا هيتحرك مجلس الامومه والطفوله ان شاء الله. حبيت ان انا اطمنكم على محمد الهادي، ان شاء الله محمد الهادي هيظهر قريبا وهيسمع كلامنا وهيطلع لمحبيه وهيرد على تليفوناتنا كمان، وان شاء الله الحق في ركاب محمد الهادي في 22/10 اللي احنا بندعوكم جميعا ان انتم تتواجدوا معانا في الجلسه، لانها تكون في شبرا الخيمه، هنكون موجودين كلنا هناك. دمتم بخير، ولو حضرتك شاهدت معايا الفيديو للنهايه ما تبخلش علينا بالاشتراك ولا تفعيل زر الجرس ولا الاعجاب علشان يوصلك كل ما هو جديد. كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.